الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي لقاء جديد من لقاءاتنا في تفسير سورة الإسراء، هذه السورة التي تذكر شيئًا من أمور الدعوة النبوية في مكة المكرمة قبل الهجرة، وتذكر شيئًا من أحوال أهل الشرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من الأمور التي حدثت أن اليهود أرسلوا، أن أهل مكة استفزعوا باليهود وطلبوا منهم عونهم في معرفة حقيقة هذا النبي، فكان اليهود فأرسل اليهود إليهم أنسلوه عن ثلاث مسائل، منها قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين، وسلوه عن الروح ما هي، من أجل أن يعرفوا حقيقته وصدق دعوته، فجاء بما يتوافق مع ما طلبوه، ومع ذلك لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا له. فأيضا من الأمور التي تتعلق بالدعوة المكية ما ذكره أهل مكة من الأسئلة التي طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقها، طلبات قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله فيما سبق أنه لو استجيب لهم فتحققت لهم المطالب التي طلبوها ثم لم يؤمنوا لنزلت بهم العقوبات، فكان من صالحهم ألا يسألوا، ألا يستجاب لهم في تلك المطالب لئلا تنزل بهم العقوبات الدنيوية كما نزلت بالأمم السابقة. فلعلنا نقرأ بعض الآيات التي تتعلق بهذا الأمر من سورة الإسراء، فليتفضل القارئ مشكوراً بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا يذكر الله جل وعلا شيئا من مميزات هذا الكتاب القرآن العظيم فقد ذكر في أوائل السورة بعض ثمرات هذا الكتاب في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أجرا كبيرا ثم قال هنا وننزل من القرآن أي أن الله جل وعلا بفضله وإحسانه على العباد ينزل لهم هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم ليكون سببا من أسباب صلاح أحوالهم واستقامة أمورهم فهذا القرآن شفاء بمعنى أنه علاج من الأمور النفسية التي ترد إلى العباد وهو شفاء من الجهل وشفاء من الهم وشفاء من الغموم وشفاء من أمراض النفوس وفي هذا الكتاب أيضا شفاء من أمراض الأبدان فهو يوجهها لتكون على أحسن منوال كما في قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ثم إذا وقعت في شيء من ما يغير حال الصحة أرشدت إلى الطريقة المثلى
في كيفية التعامل معه. وهكذا هذا القرآن رحمة للمؤمنين، أي أنه سبب من الأسباب التي تجعلهم يتراحمون فيما بينهم، وكذلك هو سبب من أسباب تنزل رحمة الله عليهم، فإن رحمة الله لها أسباب من قبل العباد تكون رحمة الله نازلة بسببها، ولكنه في نفس الوقت لا يزيد الظالمين إلا خسارا، أي أن أولئك الذين ظلموا أنفسهم في عبادة الله تعالى وظلموا عباد الله يستمرون في غيهم وتزداد علامات ضلالهم ولا يستفيدون من هذا الكتاب. ولذا مع أن هذا الكتاب فيه الآيات العظيمة وكان أهل مكة يسمعونه، إلا أنهم ركبوا على رؤوسهم ولم يستجيبوا له، فقد كانوا معجبين ببلاغته وكانوا يعرفون ما فيه من المعاني العظيمة، وكانت نفوسهم تتحرك لمواعظه، ولكن جاءتهم نوازع النفس التي جعلت نفوسهم لا تستجيب لهذا الكتاب فازدادوا خسارة به. ثم ذكر شأنا من شأن النفوس التي تعرض عن الله، فإنها إذا كانت في خير ورغد أعرضت ولم تستجب لداعي الله والتفتت عن التوجه لله عز وجل إلى غيره من المعبودات التي لا يجوز صرف شيء من العبادات لها، لكنه في المقابل متى جاءه شيء من مقادير الله المؤلمة عاد لحال آخر فأصبح من أهل اليأس. ولذا قال وإذا أنعمنا، أي تفضلنا وأعطينا الإنسان شيئا من النعم الدنيوية أعرض، أي ابتعد عن الله ولم يشكر الله على نعمه وناء بجانبه، أي ابتعد وأزال نفسه عنها وسمى الإنسان إنسانا هنا لتذكيره بأنه قد نسي ما أصابه حال البؤس والفقر والشدة. ثم قال وإذا مسه الشر كان يئوسا، فاستعمل المس وهو أدنى اللمس من أجل بيان أن الإنسان تتغير أحواله بأدنى ما يأتيه من أقدار الله. وقوله الشر يعني القضاء الذي لا يريده الإنسان ولا يرغب فيه، فهو شر باعتبار الناس، وإلا فإن ما يقدره الله من المقادير هو خير للعباد ومحقق لمصلحتهم. ولذا قال كان يئوسا، أي يئس من رحمة الله وقنط منها وظن أنه لن يصله شيء من فضل الله في مستقبل أيامه. ثم قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته، أي كل شخص يعمل ويؤدي من العمل ما يكون متوافقا مع توجهه ورغبته، فبالتالي من أراد الهداية والرحمة والشفاء فعليه بهذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى، ومن أراد الشقاء والخسارة واليأس فليعرض عن هذا الكتاب. فالناس منقسمون بحسب تطلعاتهم
أعمالهم وتوجهاتهم. وقوله على شاكلته أي على الشكل الذي يتناسب مع طبيعة نفسه، هل هو شاكر صابر عابد أو هو بضد ذلك. والله جل وعلا سيحاسب العباد على أعمالهم وهو مطلع عليهم، ولذا قال فربكم يعني خالقكم الذي لا زالت نعمه تترى عليكم، هو أعلم وهو المطلع على درجات العباد في الهداية. فقال بمن هو أهدى سبيلا أي أكثر دلالة للحق ومعرفة به والسبيل الطريق، وأراد به طريق الحق. ثم ذكر تعالى تلك المسألة التي أرسلها اليهود لأهل مكة ليختبروا النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكان اختبارهم على جهة التعنت لا على جهة التثبت، ولذلك لم ينفعهم جواب سؤالهم. فقال ويسألونك عن الروح أي سيستمرون يسألونك عن الروح التي تكون في الإنسان، بحيث إذا كانت فيه أصبح حيا وإذا خرجت منه أصبح ميتا. فرد الله تعالى عليهم ببيان أن هذه الروح مما استأثر الله تعالى بعلمه، ولذا قال قل الروح من أمر ربي، فالله هو الذي يأمرها فتكون عند الإنسان، وهو الذي يأمرها فتخرج من عند الإنسان. وبالتالي أنتم عاجزون عن معرفة كنهها وعن معرفة حقيقتها، ولذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي هذا إشارة إلى أن ما يكتسبه الناس من العلوم هو فضل من الله، هو الذي علمهم إياه، فليسوا هم الذين اخترعوه، وهم إنما يعلمون شيئا من أمور الكون التي خلقها الله، فهم يكتشفون العلم ولا يبتدئونه. ولذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أي من علم هذا الكون وتدبير ما فيه. وهذه معجزة عظيمة من معجزات كتاب الله، فإن الناس مع تقدمهم في أمور كثيرة منها الأمور الطبية إلا أنهم عاجزون عن معرفة كنه الروح، ولا يستطيعون أن يميزوا حقيقتها، ولا يعرفون كيف تعيش هذه الروح، ولا كيف تبقى، ولا كيف تخرج من الأبدان ليلا، وكيف تعود فيه نهارا، فكل ذلك هم عاجزون عنه. وفي هذا دلالة على معجزة من معجزات كتاب الله. ثم قال تعالى ولئن شئنا أي لو أراد الله تعالى أن يذهب هذا القرآن وأن يجعلك تنساه ولا يأتيك وحي تيصل إليك، فحينئذ الله قادر على هذا، ولكنه جل وعلا أراد رحمة الخلق، وبالتالي أنزل إليهم هذا الكتاب ليكون لهم شفاء ورحمة وهداية وسببا من أسباب سعادة الدنيا والآخرة. وإلا فلو أراد الله جل وعلا إذهاب هذا القرآن لما تمكن أحد من إبقائه. قال ثم لا تجد لك به علينا وكيلا أي إذا أذهبنا القرآن من صدرك فلن تتمكن من مخاصمتنا
أو من وضع وكيل ينوب عنك في ذلك، ولن تتمكن من إيجاد من يتولى شأنك ويقوم بأمورك إلا رحمة من ربك، فالله هو الذي أنزل عليك الكتاب، وهو الذي ثبته في صدرك، وهو الذي تكفل بحفظه إلى قيام الساعة، وهذا من فضل الله عز وجل. قال تعالى: إن فضله كان عليك كبيرا. فتفضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أبقى القرآن معه، وتفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعل هذا القرآن يبقى لقيام الساعة، ليكون ذلك من أسباب زيادة أجره صلى الله عليه وسلم، فإن له مثل أجر من عمل بما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم تحدى الله البشر من الجن والإنس على أن يأتوا بقرآن يماثل هذا القرآن، بكتاب يتلى يماثل هذا الكتاب، فقال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، أي لو قدرت أن الإنس والجن اجتمعوا واتحدوا وأوجدوا رابطة فيما بينهم من أجل الإتيان بقرآن يماثل هذا القرآن، فإنهم سيعجزون عن ذلك ولن يتمكنوا منه، ولذا قال: لا يأتون بمثله. وهذا التحدي لا زال قائما أمام البشر من وقت العرب الأوائل الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التحدي قد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، وكان أولئك القوم عندهم من الفصاحة والقدرة على الكلام وتصفيفه وترتيبه، وكان عندهم من القدرات والمهارات والمؤهلات، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يقبلوا هذا التحدي، ولم يتمكنوا من الإتيان بمثل هذا القرآن، حتى ولو قدر أن بعضهم يساعد بعضهم الآخر من الجن والإنس. وقوله ظهيرا، أي يسند كل واحد منهم ظهر الآخر فيكون معينا له. ثم قال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي نوعنا الخطابات القرآنية مرة بالموعظة، ومرة تذكيرا بالعواقب، ومرة ببيان حال من سبق، ومرة بالأدلة العقلية، من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب هداية الخلق. فقال: ولقد صرفنا للناس. وفي هذا دلالة على عموم هذه الرسالة، قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من جميع الأمثلة ومن جميع أنواع الكلام، وفأبى أكثر الناس، أبى أي رفضوا وامتنعوا ولم يقبلوا إلا الكفر والجحود وعدم الإقرار، بل واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم باختراع الآيات وطلب أن يحقق لهم بعض أسئلتهم التي يزعمون أنها على جهة التثبت، وهم إنما طلبوها على جهة التعجيز. ولما علم الله جل وعلا من حالهم أنهم لن يؤمنوا
ولو حقق لهم مطلوبهم في ذلك لم يحقق لهم المطلوب، وذلك أن الله أنزل على الأمم السابقة وحقق لهم أسئلتهم ومطالبهم، ومع ذلك لم يستجيبوا، فكان هذا من أسباب نزول العقوبات بهم، كما قال تعالى في هذه السورة: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، ثم قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فما هي الآيات التي طلبوها؟ الآية الأولى التي طلبها الكفار قالوا: فجر لنا الأنهار في مكة. مكة بلد قاحل، المياه قليلة فيه، فهو واد غير ذي زرع، ولكنهم أرادوا أن يعرضوا هذا السؤال عليه صلى الله عليه وسلم على جهة التعجيز له، فقالوا: لن نؤمن لك، أي لن نتبعك، ولن نصير من أهل الإيمان والإسلام، ولن ندخل في دينك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أي تخرج لنا أنهارا من جوف الأرض تسيل على جنبتي هذه الأرض. ثم سألوا سؤالا آخر فقالوا: ليكن لك مزارع عظيمة تكون لك جنة. سميت المزرعة جنة لأنها يغطي بعضها بعضا، كما قال: فلما جن عليه الليل، أي غطى، ولذلك سمي الجن بهذا الاسم، لأنهم لا يظهرون ويغطون عن أعين بني آدم. فهكذا المزارع الكثيفة المشتملة على الأشجار الكثيرة يقال لها جنة لأنه قد غطى بعضها بعضا. فطلبوا أن يكون له جنة من نخيل، أي من أشجار التمر وعنب، أي أشجار العنب، فتفجر الأنهار، أي تخرج الأنهار من الأرض على جهة قوية، تخرج بقوة خلال هذه الجنة تفجيرا، أي زيادة في قوة نبع هذا الماء وخروجه من الأرض. ثم سألوا شيئا آخر فقالوا: إن كنت صادقا وكنت كما تذكر فإنا لن نؤمن لك حتى تسقط السماء، أي تلقي بالسماء من علوها حتى تكون علينا كما زعمت، أي كما ذكرت أن الله قد عاقب بعض الأمم بذلك، كما زعمت علينا كسفا، أي تنزلها قطعا قطعا لتكون عندنا. وكان من الأسئلة التي سألوها أن قالوا: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا، أن يأتون إلينا فنشاهدهم ونقابلهم فيصدقونك في خبرك أنك رسول من عند الله تعالى. وكان من الأسئلة التي طلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له بيت، أي منزل ينام فيه ويبيت، لكنه يكون من زخرف، أي قد زخرف بأنواع الزينة كالذهب واللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك. وقالوا أيضا: لن نؤمن لك حتى ترقى في السماء، أي تصعد فيها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قص عليهم قصة الإسراء والمعراج، لكنهم قالوا: تلك القصة لا نصدقك فيها،
ولذا قالوا ولن نؤمن لرقيك، أي لن نصدقك في خبرك بأنك قد صعدت إلى السماء حتى تنزل، أي حتى تأتي معك من السماء بكتاب واضح نقرأه أي نتمكن من قراءته. فرد الله جل وعلا عليهم فقال قل سبحان الله، أي تنزه الله عن ظنونكم الفاسدة، فأنتم تظنون أن الله لن يبعث رسولا يهدي الخلق ويرشدهم، والله جل وعلا رحيم بعباده، ومن رحمته أن يرسل الرسل ليكونوا ممن يدلهم على ما يحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة. وهكذا سبحان ربي، أي أنه يسبح الله جل وعلا من أن يظن أنه لن يصدق ولن يكون هذا الكتاب من عند الله حتى تأتي هذه الأمور التي طلبوها. ثم أخبرهم بأنه بشر مثلهم، وأما الأمر والنهي والتدبير فهو عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولذا قال تحقيق مطلوباتكم هذا ليس إلي وإنما هو إلى الله تعالى، فرسالتي تقوم على البلاغ وعلى إرشاد الخلق فقط، فأنا مجرد رسول. ولذا قال هل كنت إلا بشرا، يعني يماثلكم في البشرية وأفضل عليكم بشيء، ألا وهو الرسالة، حيث ينزل الوحي عليه من عند الله تعالى. ثم قال سبحانه مبينا أحد الأسباب التي منعت الناس من الدخول في هذا الدين، وما منع الناس أي السبب الذي جعل الناس يمتنعون من الإيمان ومن الدخول في الدين، مع أنهم قد جاءهم القرآن بالبراهين الواضحة والأدلة الدامغة مما يكون مقنعا للنفوس ومحركا لها إلا إلى الله تعالى، أنهم حسدوا هذا النبي فقالوا أنت بشر مثلنا فكيف تعطى الرسالة ونحن لا نعطاها. فكما غوي آدم بسبب الحسد فهؤلاء كذلك، وكذلك من أسباب ضلالهم ما لديهم من التكبر على الناس، فإنهم قالوا أنت بشر مثلنا وبالتالي لا نقبل أن تكون أعلى منا بالرسالة. فكما أن إبليس تكبر فكان ذلك من أسباب سخط الله عليه، فهؤلاء كذلك تكبروا فكان هذا من أسباب ضلالهم. فبين الله جل وعلا أن الرسول يكون من جنس المرسل إليهم، فبالتالي لما كان من على الأرض من البشر أرسل إليهم بشرا منهم يعرفونه ويعرفون صدقه. ولذا قال تعالى قل لو كان، أي قدر أن الأرض قد سكنها الملائكة، فلو كان الأمر كذلك لأرسلنا إليهم ملكا رسولا من جنسهم وليدلهم على الله تعالى. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، أي أنه لو قدر أن هؤلاء الملائكة يسكنون الأرض قد اطمأنوا فيها لنزل الله عليهم من السماء ملكا رسولا.
فإن الرسل يكونون من جنس أقوامهم ومن جنس من يدعون، وفي هذا حكمة، ألا وهي أن يكون ممن يقتدى به. فلو كان المرسل من الملائكة لقال الناس هذا من الملائكة، يؤتيه الله جل وعلا من القدرات ما ليس عندنا. ولكن لما أرسل إليهم رسولا من جنسهم ومنهم، كان ذلك من أسباب قيام الحجة عليهم. قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هنا من يشهد لي، وهو الله تعالى، فهو الذي يشهد لي. وأما ما طلبتموه من هذه العلامات فإنها ولو جاءتكم فلن تصدقوا بها ولن تكون سببا من أسباب إيمانكم. كيف كان الله شاهدا على رسوله؟ بأمور: أولها بكونه معه الحجج والأدلة والبراهين القاطعة، فكلام الله يشهد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولصدقه، فالله يشهد له بهذا القرآن. ثم من سنة الله في الكون أن ينصر نبيه مع ضعف الإمكانات وقلة الناصر، إلا أن الله يسلمه من مكائد أعدائه، فهذه شهادة من الله تعالى. وهكذا يكون آخر الأمر، تكون الغلبة في آخر الأمر له ولأتباعه صلى الله عليه وسلم. وهذا شاهد آخر من عند الله تعالى يشهد لصدق هذه الرسالة. وبالتالي فهذه الأدلة والبراهين تكفي عن الاستجابة لكم فيما سألتموه من الأمور الماضية. قل كفى بالله، أي يكفيني رب العزة والجلال شهيدا، أي يشهد بصحة هذه الرسالة وبصدق محمد صلى الله عليه وسلم. إنه، أي أن الله تعالى كان بعباده خبيرا بصيرا، أي يطلع على أحوالهم ويشاهد أعمالهم، ولذا كان نصيرا لهم. وقوله كان بعباده، أي أن الله كان بأولئك الذين يقومون بعبودية الله خبيرا، أي يطلع على أحوالهم، فهو مطلع على ضمائرهم، عالم بسرائرهم، عنده معرفة، عنده علم بجميع أعمالهم واعتقاداتهم، وهو سبحانه بصير، يبصر المرئيات ويحفظ أولياءه المؤمنين. فهذه آيات عظيمة اشتملت على عدد من المعاني، فمن ذلك فضل القرآن العظيم وعظم مكانته، وأنه مشتمل على الهدى وعلى الرحمة. وفي هذه الآيات أن من يستفيد من هذا القرآن هم من كان مؤمنا به، أما من ينظر إليه نظرة التعنت ونظرة الريبة والشك فهؤلاء لا يزدادون إلا خسارا. وفي هذه الآيات بيان شيء من طبيعة الإنسان، أنه إذا أتته النعم أعرض فلم يشكر الله عليها ولم يستعملها في مراضي الله جل وعلا، بينما في المقابل إذا مسه شيء من الأقدار المؤلمة حل اليأس في صدره
وظن أنه لن ينجو مما وقع فيه. وفي هذه الآيات بيان أن الناس يختلفون في أعمالهم، وبالتالي يختلفون في درجاتهم، ولذا قال: فربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وفي هذه الآيات بيان أن الروح مما أخفى الله أمرها على الخلق، وإنهم لن يستطيعوا معرفة كنهها. وفي هذه الآيات سعة علم الله تعالى، وأن ما يؤتاه الناس من علم الله قليل يسير جدا. وفي هذه الآيات استمرار نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات قدرة الله على جعل هذه الأمة لا تستفيد من الوحي. وفي هذه الآيات أن التمسك بالوحي والسير عليه نعمة من عند الله جل وعلا، فالعاقل من يلتجئ إلى الله ليعلمه شرعه ودينه. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفي هذه الآيات التذكير بفضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد كان كما ذكر في سورة الضحى: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وفي هذه الآيات من الفوائد عظم فضل الله على هذا النبي الكريم بإنزال هذا القرآن عليه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات بيان أن الإنس والجن لن يجتمعوا فيكونوا فرقة واحدة، وأنهم سيبقون مختلفين. وفي هذه الآيات تحدي الكفار بجنهم وإنسهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وفي هذه الآيات عظم هذا القرآن لعجز العرب أهل اللغة والفصاحة عن الإتيان بمثله. وفي هذه الآيات أن القرآن قد نوعت فيه المواعظ من أجل أن يكون هذا مؤثرا على النفوس. وفي هذه الآيات مشروعية ضرب الأمثلة من أجل تقريب المسائل الشرعية وتسهيل فهمها على الناس. وفي هذه الآيات أيضا ذكر بعض ما سأله أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جهة التعجيز له. وفي هذه الآيات جواز الانتفاع من مياه الآبار والعيون، فإن الله جل وعلا قد ذكر عن أهل مكة أنهم طالبوه بأن يفجر لهم من الأرض ينبوعا، ولو كان هذا من المحرمات لا نهاهم وبين لهم حرمة ذلك. وفي هذه الآيات جواز اتخاذ المزارع والبساتين وعدم وجود حرج على الناس في ذلك. وفي هذه الآيات فضل النخيل والأعناب. وفي هذه الآيات امتنان الله على بعض عباده بأن تكون عندهم الأنهار
التي يشربون منها والتي يسقون بهائمهم وزروعهم منها. وفي هذه الآيات التحذير من نزول العقاب الشديد بأولئك المعرضين عن الاستجابة لدعوة الحق. وفي هذه الآيات جواز اتخاذ البيوتات وزخرفتها وأنه لا حرج في مثل ذلك. وفي هذه الآيات إثبات حادثة المعراج، فإنهم لما أخبرهم بصعوده إلى السماء وكذبوه في ذلك طلبوا منه أن يرقى إلى السماء مرة أخرى فيأتيهم ببينة تشهد له أنه فعل ذلك. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا أن الله جل وعلا منزه عن ظنون الكافرين، فقد ظنوا أن الله عاجز عن تحقيق هذه الأمور التي طلبوها، فرد عليهم قل سبحان ربي، أي أنزه الله من ظنونكم حيث ظننتم أنه لا يقدر على ذلك. ثم بين لهم في هذه الآيات أن إجابة طلبات هؤلاء المشركين إلى الله تعالى، وأن وظيفة الأنبياء هي البلاغ وإيصال الرسالة. وفي هذه الآيات إثبات بشرية المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس بشرا مجردا، وإنما هو بشر مؤيد بالوحي من عند الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن بعض الشبهات تصرف صاحبها عن الاستجابة للحق، وهكذا الكبر والحسد من أسباب صرف الناس عن الاستجابة لدعوة الحق. وفي هذه الآيات أن الرسل يكونون من جنس المرسل إليهم ليعرفوا خطابهم وليتمكنوا بذلك من معرفة ماضيهم، ليكون هذا من أسباب ثقتهم بهؤلاء الأنبياء عليهم السلام. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا خبير بصير لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد، فهو العالم بما في صدورهم. فهذا شيء مما في هذه الآيات من المعاني والأحكام. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الخلق واستقامة لأمورهم وهداية لهم لكتاب الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم، اللهم اجعلنا ممن يعمل به ويسير على هداه بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.